مخاطبته اجتماع رؤساء وأمناء الحزب بالولايات الذي عقد بالمركز العام بالخرطوم أنه لا أحد ينكر دور الشباب في التغيير الذي جرى، كما لا ينكر الدور الذي لعبته القوات المسلحة في الانحياز إلى مطالب الشباب في حمايتهم وحماية الثورة، ما يجعل التوافق ضرورة ملحة لتجاوز هذه المرحلة. أنا أناشد ونحن تقدمنا كمبادرة من حزب الاتحاد الديمقراطي في هذا الشهر، نقول أن الهوة التي تولد بسيطة، الحراك الذي تم لا أحد يغلطه على الشباب ولا على الحراك ماذا يسمونه؟ الحرية والتغيير، لا أحد يغلط ذلك، نبغاه بدون تبرير، لكن في نفس الوقت ما كان لهذا الحراك أن ينجح وأن يكتمل لولا انحياز القوات المسلحة. إلى ذلك